بسم الله وكفى سلام الله عليكم قرحي مدحتوية أكتيت كنعي أيان وحير دبقالكو سمين دونا هدي إلهي أكرال نغضو موقال كان واكيكون سقال بقل يتضباطنات ورباهين تساوتن ميديا كوبريشن أتكلاس عطان مرول بنا أتكاشان ورق حقيقوين كاه سياسة دا إسديدن إيكو إسوغل إسرا سبين إيه جيس كافريكا ولا ليال شلي بار بلشو وحا كنعي قرح إياه كنعي أو اسمي دامنا قرح آسي ماشي أو كنعي مدحتو يدا ونبر كيت لنا وحا كسارا وسارد نيسا مدينة يعني ماشي آسي يدا دان كو سوره ومدحتو يدا أكتيت ومال بابور تعاني قلي كرين شعبك ومال يعني لإلالي مقايدنا لغا فري يرير مقايدها سنوحا لغا فري ضدك الدولة دا أشقايا مهم كاه سراكيشا وسيرادا يوحي اللمد ماشا سيناي كو قحويان كعنتايان دي قيلات اي جرتا اي كو قيلان ضدك النفتو دا لبقايا بنانك اناي تاقان او لغو اغار سناي يعني مال تشيك بوينت يله لا الى اليوم واي ومال والب تشيك بوينت كسو غلاي او حيران يعني واب مدحتويدي يان دي كرنا ماشاسي قرح سيديبو او غدعي وسؤال وين او اباهن ان ماركي سيسيفي عن لاتف افترو ورطا ماشا قرح او غدعي مقايد بي اهيد مقايد داسنا وحا اسكالها هويني ادلتي باشا عير هبر قدر او قبو نن اد شيء باشا من ريحان يعني ايام مقايد داسي لها مجرين بابور ماشا سكو قرحي سيوغو قرحي كرانا مجرين معني هو وحل لا يابا ماشا سا قرح كان دعي مركا لقوله عقلية دا اي دي ديسو نن كان اسكو قرحيي إلاي هادا أنك اسم سي قبيل كيسكو ما أين سوق قولي سنين صومالي دو ايدنتيتيك قبيل كيو أدك ستاع لكن وحان أغنى هاي نين كاسي إن أو كار نساء أو هايستي عيدا مدى النساء إن أو كمد ها سيدا آن حقي جنكر نردان هاي ورباين تي اسم سي مركي دنبانا مركو قوقو أي كاركي فنيني لغهلي نين كان هادا بانين ماشي كو عصب ما أهين ماشا مدلح مال موت ايو كو قيلة اي مقايد دان يعني داد كان هادا ماشا كل اي كل ما دي ايو لا قيلة اي و 6 days لح مال موت ايو لا قيلة اي لحظة مال موت و لا قيلة اي وحرادين اي انو اسو قرحية كليه قياس قف جنان أسعد أكو يري حدنا معني قيلاي إسقرحيي كورن سوى مرغاماي ميسك لغيساناي سون انتو إسكو صوحيري إسقرحيي قف كاسي مردي كرنا وعافمات قضاء مردي كرنا قف كاسي وقف يعني دين تتوصن هايستا مردي كرنا وحان مركا إني سياسة ديهين سياسة قبيل إن أيهين وقبيل كي دراد دي سنار لو قلايو اياد اركيسا ماشاسي انك انتان اقنا هاي وحا دادك كل انتاي سقال قفوت مريحان بيه هايين سقال مريحانا مريحان كوليبا وحان رجين ايا افر رير الديني ايا هايين جفاد اللي يرادو افر نوحي هايين قبيل كلو يقانو وغير نع جفضة وغير نع أيه أحايين انتان أبنى وحاج جراء ناوعيو ناوعي دي نعي وحاكمت أحايد هويني دي اسكلا هيد مقايد وقلنا لطي باش عير أهبر قدر إيادا نواعي كل ناوعان طي ناوعي داسي سيدو يهي معنيه مفافاهين كرنو هل كاسان كجد جوكسانينا
sidoo kale gabar meesha ka shaqeynaysay oo u dhalatay digl iyo mirifle oo mailan ah oo haweeneydan maqaayadda iska leh u shaqeynaysay oo ahayd adeegi ama waxa af talyaaniga lagu yiraahdo cavalieri service iyadana waa ay ku dhaawacantay. Marka horta yacni qaraxa meesha waa uu ka dhacay lagu leeyahay juqraafi ahaan markaan fiirino waa meel amnigeedu aad u sarreeyo uu sugan yahay. Waa meel madaxda ay timaado, waa meel baabuurta shacabka inay galaan loo diiday, waa meel xiran, meel walba checkpoint ka saaran, waaba madaxtooyadii meesha lagu sheegayo meesha qaraxa uu ka dhacayo madaxtooyadii waaye. Haddii madaxtooyo macnihii qarax uu ka dhaco meeshan uu ka dhacay, haddii meeshan qarax uu ka dhacna meeshan uu ka dhacay. Marka aniga waxaan u fahmay aragtidaydii yacni qofkan isku qarxiyay inaan soo baarno waayo, haddana yacni maanta qof la aaminaa uu yar yahay, xitaa qofkaagaa laguu soo adeegsan karaa, laakiin beegsasho la beegsanayo yacni raggan cayrka ah ee mareexaanka ah, saasaan ka fahmay. Marka haddii la xeerinayo xataa dhaqan iyo walaaltinimo iyo xidid, gabadha meesha iska lahayd waxay ahayd cayr habargidiray ahayd, gabar hawiyay ahayd, ninka qabana mareexaan oo daarood lahaa. Haddana saasay tahay waa la isku qarxiyey, waxaana loogu talagalay in mareexaankaasi meesha lagu laayo. Maantana ma bilaabanin mar dhexdaasa hoteel isagana ku yaalla madaxtooyada gidaarkeeda xafiiska madaxweynaha Soomaaliya uu galo ku dhegan oo u jira dhowr tallaabo ayaa 30 saacadood ka badan la galay rasaasta meeshaasi ka soo dhacaysaana madaxtooyo ayay ku soo hoobanaysay. Waa habeenkii mahad salaad, yacni marna hoteelka uu galayay xabadda ka socota nalka loo dansanayay, marna madaxtooyada oo markii dambena dadkii meesha ku jiray marka lagu laayay wixii meeshaasi galay oo awal baabuur lagu keenay yacni la fakiyey, albaabkana baabuur lagu qarxiyey, meeshana qarax lagu galay. Aakhirkiina yacni waa markii wasiirka amniga hadda jooga ee u dhashay mareexaanka Doodijo oo damuljidiid ka tirsan uu dhaawacmaayey isagoo dhaawaca gidaarka uu ka soo boodayay uu ka fakanayay. Waa sheekadii la yaabka lahayd oo dadka meesha ku jira si arxan daraal loo toogana ayaa lagu yiri. Qaarkood inta lasoo qabqabto 10-10 guryo loo geliyo, lagama gaaro hal in loo toogto e iyo qaliin qol inta la geliyo bam loogu dhex tuuraayo 10-kiiba, wixii dhimanna markaas kadib la dhammaystiraayo. Marka argagixii la yaab kalaa meesha ka dhacay. Marka waa horar, ma ahan wax la fasiri karo, mana ahan wax diinta Islaamka ku salaysan xaniifka ah ficiladaasi, mana ahan wax bini aadanimada humanity-ga ku salaysan ama macnihi insaanka dareenkiisi insaanka toosan dareenkiisu u ogolaan kara maahan. Bahaayinka qaar sidaasi ma sameeyo, bahaayinka markuu baahan yahay duurjoogta wuu ku cunayaa, laakiin hadduusan gaajaysnayn 10 qofood intuu meel ku xiro hal mar ma wada dildilaayo mana ka tagaayo, yacni gaaju wax u dilaa inta badan. Marka yacni meeshaasi qaraxa uu ka dhacay marka beegsashay ahayd waxay un la mid tahay caruur ayaan dhaweyd oo u dhashay mareexaan oo dugsiiley ah in habargidir ay laaysay ma ogtihiin, maxay galabsadeen waxba ma galabsan. Marka walaalayaal, dadkan xukun laguma dayn karo, dadkan waxay ahayd dadkii in la qabto dowladnimo la baro hubka laga dhigo, yacni boarding la boarding gareeyo, brainwash lagu sameeyo, dadkii la rabay baa maanta xukunka Soomaaliya gacanta u galay. Markaasaan leenahay dowlad, war meeshaan dowlad ma taallo, meeshaan qabiil macnihii niman dictatornimo doonaya oo Hitler ka daran baa jooga, ama iska qabta ama isu dhiiba. Walaalayaal, dardaarankeena waxaa weeye camalkana Ilaahay dartiisa u qabo, maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe wuu arkayaa sahaydana badso, safarku waa uu dheeryahay, xamuulkana iska yaree, kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan. Naftan la isu dhiibaya laysma siina muuqaalkan muuqaalka xiga kor haddiina la kala qaato, waxaan idin leenahay liibaana adduun iyo aakhiraba ballanteennu waa inaan ku kulanno xawdkii Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Walaalayaal, Firdowsa.